الصلاة خير من النوم الصلاة يا له من نداء جميل يسمعه المؤمنون فيهرعون إلى بيوت الله لصلاة الفجر لينالوا الجوائز العظيمة من الله تعالى، ومنها الثبات على الإيمان والبراءة من النفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويفوزون بدخول الجنه والنجاه من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه والبردان صلاه الفجر والعصر وقال عليه الصلاه والسلام لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر وينالون عنايه الله وحفظه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وتشهد الملائكه معهم صلاتهم فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار في صلاه الصبح، يقول ابو هريره: اقرأوا ان شئتم. ان قران الفجر كان مشهودا. ويكرمون بالنور التام يوم البعث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. ويربحون الثواب العظيم الذي هو خير من كل متاع الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا ثواب نافله الفجر فكيف بفريضته فاحرص على صلاه الفجر وسائر الصلوات لتنجو من الخسران وتفوز بالجنات قال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون